شنو انتي واليوم الطنوبيل الموتور كيوري هنمشي شادياري كيوري نشوفو كي داير الجو على برا. باليا طنوبيل حسن السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من جاست رايدين. كما كنقول لكم ديما، الا كنت اول مره غادي تشوف لي الفيديو ديالي، قبل ما تخرج ما تنساش ابوني، لايك الى عجبك الفيديو، خلينا شي كومونتير تكون فيه شي نصيحه ولا ملاحظه، بارطاجي لي فيديو. لا فامي جاست رايدين، شكرا لكم بزاف على السبور ديالكم، الموتيفاسيون ديالكم، على لي كومونتير ديالكم، وكما ديما راكم كتشوفوا راني ديما كنحاول نجاوب على كاع لي كومونتير ديالكم. قبل ما نبدا هذا الفيديو هذا، كان بان لي واحد فاش قريت كاع لي كومونتير وجاوبتكم كاملين، كان بان لي واحد كومونتير من هاد الاخ ديالنا المراد، قال لي كتب لي بانه صفر ما بقاوش يعطيو هذاك لونفلوب صفر. يعني هذه معلومة جديدة، انا ما كنتش عارفها. يعني فاش جيت انايا، كان ديك الساعة شحال دابا، راه جاية 11 عام دابا اكثر، كان ديك الساعة باقي لونفلوب صفر. انا كنت ديما تنسمع لونفلوب صفر تيعطيه هو اللي كتجيبو معاك. اما ما كنتش عليكم، انا على حساب ما قال هو، قالك بلا راه صافي ما بقاوش يعطيو هذاك لونفلوب صفر. يعني هذه معلومة انا ما فهمتي، ما كنتش عارفها، ولكن ها نتوما احنا كاملين استفدنا من هذه. ولكن انا ما عارف واش سي فري ولا لا. بون، هادشي اللي قال هو، وفهمتي حنا غنمشيو على حساب الهضره ديالو. وشكرا لك بزاف اخويا المراد على هاد المعلومه هذه. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي ندوي لكم على كيفاش كونت راسي، وكيفاش وقفت على رجليا كما كنقولوا، فهمتي وصلت لهذا الشيء اللي واصل ليه دابا. بيان سيو راكم فهمتي فحال اللي شفتوا دابا، الموتور الطوموبيل زوينه، الموتور زوين، هذا الشيء فهمتي راه ماشي غير حطيت رجليا ودرتو. يعني اول حاجه كانت عندي فهمتي، كنا كنستعملوا طوموبيله وحده انا والمدام باش كنا كنمشيو للخدمه. يعني كانت تحنسير بزاف، تخيل معايا طوموبيله وحده كانت عندنا داج نيون، كنا تخيل معايا كانت هي، كان عندنا التوقيت محنسر، مره في الصباح، مره في العشيه، مره بالليل. يعني كان خاصني يا اما نديها ومن بعد نمشي للخدمه، ومن بعد هي تخرج من الخدمه خاصها تستناني عاد باش نخرج انايا ونمشي نجيبها من الخدمه ديالها، وفيس فيرسا. ولا هي بعض المرات كتديني، وبعض المرات خاصها تبقى تستنى فيا. يعني كان شويه تحنسير. كان ديك الساعه انا كما قلت لكم في الفيديو اللي فات، كنت خدام غير بارت تايم، كنت نخدم 3 ايام 4 ايام في السيمانه. يعني كان شويه تصرف، ماشي شي حاجه، ولكن كان غير شويه وصافي. ولكن من بعد الحمد لله، فهمتي فحالي بديت تنفهم السيستم ديالهم، اش وليت كندير، وليت تنبيكي الشيفت. يعني اي واحد ما بغاش يخدم تنخدم ليه في بلاصتو، وبعد مرات تندوي مع لي مانجر ديالي باش تنكستاند الشيفت ديالي. يعني فحال دابا مثلا الا كنت غادي نخرج مع الربعه، تمشي تندوي معاه تنقول له ها انت شوف، راه انا الا كنت محتاجني راه نقدر نبقى لك ساعه ساعتين تلمكانه صافي. وهادشي اللي كانوا دايرين معايا. يعني اش نقول لكم، كنت بقيت عام كامل وانا في حالك بارت تايم خدام في حالك. علاش؟ لحقاش كنت بديت تنتخلص مزيان، تنخدم 40 50 فهمتي، كنت تنخدم السوايع بزاف. يعني كنت بديت تنتخلص مزيان،
ولكن من بعد ويجي عندي واحد المانجر ويقول لي ديك اللعبه ديال الصات انت ما فهمتي ما باغيش تخدم فول تايم ما باغيش ابليك على فول تايم. قلت له علاش وانا دابا راني عادي راني خدام فحال اللي خدام فول تايم. قال لي نو راك خدام اوكي تضرب السوايع ديالك مزيانين كتخلص مزيان ولكن راك ماشي بحال فول تايم يعني ما كت ما عند ما تاكوميليش الفاكيشن دايز ما عندكش السيك دايز ما تتخلص في الهوليدايز ما فهمتي بزاف بزاف الحوايج اللي ما عنديش يعني حيت الفول تايم ماشي بحال بارت تايم. قلت اوكي ابليكيت فول تايم دازت شويه شي شهر لشهرين مي فهمتي هادشي ديزني حيت ديزني اي بوزيسيون تتحطات لكم على بالكم اي حاجه تحطات لكم على بالكم كتبوها لي في الكومونتير غادي نجاوبكم غنقول لكم راه كاينه يعني فهمتي كاين لي بوزيسيون بزاف اي حاجه جات لكم في بالكم راه كاينه. جيت فحال هكاك صافي ملي درت هما عطاوني الفول تايم ديالي الحمد لله وعطاو لي باش نخدم في اوتيل كيما قلت لكم انا الخدمه الاولى ديالي كتخدم غير في البارك ومن بعد عاد باش خدمت في الاوتيل خدمت في الاوتيل دازت داكشي زوين الحمد لله بدلت الطوموبيل بدلناها ولا اي مي فهمتي ولات عندنا جوج طوموبيلات هي بقات عندها الطوموبيل ديالها انا خديت فورد فيستا خدام عادي الحمد لله حتى هي فهمتي الاوفر تايم الخدمه مزيانه وبيان سور خروج وتسافير الماكله على برا مره من بعد وان فهمتي ما بغيتش نبقى في هذيك البوزيسيون فهمتي حيت لقيت فيها شي مشاكل مع واحد المانجر ما فهمتوش غير هذيك ما عرفت غير بغى يشد معايا ضد وصافي هي الريسيزم ما كاينش ماشي زعما نقول لكم راه راسيست ولا غير هو ما عرفتش مالو ما بقيتش ما عرفت ما بقيتش هذيك بقيت باغي الخدمه تما وانا نتحول وليت خدام في اللاندري يعني الخدمه ديالي في اللاندري كنا كنديروا غير تنديو لهذا اللينين يعني الفاطي وكاع داكشي اللي تحتاجوه لي زوتيل تنبداو نفرقوا عليهم وهذا الشيء كما كنقول لكم ديما في ديزني دوس معهم شي شهور بدلت بعدا قبل كنت بدلت الطوموبيل عاوتاني بدلت من الفيستا بدلت الهوندا اكورد من بعد الهوندا اكورد الطوموبيله زوينه صافي خدام عادي الحمد لله بديت تنجمع الصرف حيت صافي بغيت نشري موتور وبغيت نشري الطوموبيل ديال فهمتي كما تنقولوا الدريم كار ديالي حيت انا الدريم كار ديالي ما نكذبش عليكم كانت هي الداش تشارجر اشنو درت قلت باش نحقق هذا الحلم ديالي خاصني خدمه اخرى حيت خدمه واحده ما نافعاش دغيا لقيت خدمه اخرى الحمد لله خدمت في ريستو كانت الخدمه ديالي تما وهو انش كندير فهمتي والو في الحقيقه غير تندي الناس عندنا اربعه ديال لي بوزيسيون كانت وحده يا اما تستقبل الناس اللي كي الله كيدخلوا فهمتي ديك اللعبه ديال تتسولهم شحال نتوما في لا فامي ديالكم شحال غادي تجلسوا هادي تعطيهم التوقيت شحال غادي يتسناو وكاين عاوتاني فهمتي اللي تيدي فهمتي تديهم باش تجلسهم في الطبله ديالو وكاين عاوتاني اللي كتكليني الطبله هادشي اللي كنت ندير مره فهمتي حيت كنا حنايا سته الناس كل نهار تيحطوك تدير شي لعيبه كنت نخرج في الاول فاش كنت يلاه بديت مع اللاندري كنت نخدم من هذا من 8:30 ل 5 وشويه دابا راه وليت تنخدم من 9 حتى ل 5 ونص يعني والخدمه الاخرى دابا وليت تنبدا مع 6 ونص يعني تنخدم من 6 ونص ما عندناش الوقت ديال الخروج ولكن الاكثريه فهمتي كنت نبقى حتى لديك ال 10 ونص ل 11 ماكسيموم تنخدم 3 ايام في السيمانه يعني كانت كما تنقولوا اكسترا ماني هي باش بديت زعما تنجمع الصرف حيت صافي بغيت نشري الموتور وبغيت ناخذ الطوموبيل من بعد هذيك الهوندا اكورد بدلتها خديت مازدا 3 مازدا 3 سبور دوس بات هي واحد لوقيت وملي صافي بان ليا بلي جمعت الصرف مزيان قلت صافي هذا هي الوقت باش غادي نبدل الطوموبيل حيت شريت الطوموبيل الاولى عاد باش بدلت الموتور خديت الطوموبيل بدلتها عاوتاني من المازدا خديت داش تشارجر ومن بعد عاوتاني جمعت الصرف باش شريت الموتور نرجعوا للخدمه بدوس معهم واحد
نقدر نقول لكم واحد 6 شهور حتى 7 شهور. ودابا حاليا الخدمه ديالي هي سوبرفيزور، حيت جات واحد البوان فهمتي ما كذبش عليكم، انايا واحد الانسان تنخدم كندمر ما كذبش عليكم فهمتي، ماشي زعما تنبقى نتفلى في الخدمه ديالي. يعني هذوك الماناجر ديالي شافوا فيا انني كنخدم مزيان، اي حاجه بغاوني عليها تلقاوني حاضر كما تنقولوا، حاضر ناظر ما كاينش زعما. حنا المغاربه الحمد لله فهمتي الاكثريه فينا تيكونوا تيخدموا مزيان تيدمروا. جات البوزيسيون ديال السوبرفيزور هذه ابليكيت انايا، بيان سور ماشي انا بوحدي الابليكيت، ابليكاو بزاف، ولكن لافونتاج اللي كان عندي انني ديجا خدمت في لوتيل، يعني عارف الخدمه ديال لوتيل بلاص فاش خدمت معاهم هما، ولات عندي ليكسبير ديجا عندي ليكسبيريونس ديال لوتيل، يعني عارفهم كيفاش يخدموا بلاص الخدمه ديالي اللي كنت بديت معاهم. دوس الانترفيو كل شيء وبلاس عاوتاني كانت عندي اللغه، يعني ديك الساعه صاير الحمد لله راه كاينه لونغلي السبليونيه الفرونسي والعربيه، واخا الفرونسي بدات تمشي ليا حيت ما تنستعملهاش بزاف، ولكن ماشي مشكل. هنا ما نكذبش عليكم، هنايا في امريكان ما الفرونسي ما غادي تنفعك حتى شي حاجه، غتكون غير واحد الاكسترا لانجويج اللي غادي تنفعك الا احتاجيتها، اما سينو هنايا السبليونيه والانجلي هادو غادي ينفعوك بزاف. يعني دابا الحمد لله سوبرفيزور تنتخلص مزيان ما نكذبش عليكم. يعني نعطيكم غير مثال، الى خدمت سوايع عاديين، يعني خدمت ديك 40 ساعه تجيني ما بين فهمتي ما غادي فهمتي تجي قريبه لواحد $500 في السيمانه، $500 في السيمانه راه مزيانه، بلاس الخدمه الاخرى الثانيه ديالي اللي تنخدم فيها 3 ايام 3 ايام في 3 ايام في النهار اي مين 3 ايام في السيمانه، هذيك الاخرى 3 ايام في السيمانه تجيني واحد 150 200 دولار فيها في 3 ايام. تخيلوا تنخدم غير 4 السوايع، عرفتي شنو راه مزيانه. ولا في تخدمت اوفر تايم في ديزني ديك الساعه راه صافي راه تنضرب واحد جاياني لواحد $600 في السيمانه 650. يعني الحمد لله تنتخلص مزيان، ولات عندي الخدمه دابا شويه سهله، يعني وليت انا كاين الشيف ديالي المانجر ديالي، كاين انايا سوبرفيزور، عاد باش كاينين خمسه الناس اللي خدامين معايا، يعني انا مكلف بهم خاصهم فهمتي نشوفهم واش خاصهم شي حاجه، واش هذا واش تيديروا خدمتهم مزيان فهمتي، راك عارف الخدمه ديال سوبرفيزور. وبيان سور راني كنعاونهم فاش تكون القضيه شويه عندنا خدمه شويه فهمتي كثيره، راه خاصك ولا بدات تخدم معاهم وتعاونهم باش الا احتاجيتيهم تما راه بيان سور تيكونوا حاضرين معاك. يعني هذا هو هي الخدمه ديالي فهمتي هاد الساعه هادي، والحمد لله وكما كنقول الحمد لله ما عنديش وما خصنيش وعايش مزيان الحمد لله. وهذا الشيء اللي كاين ما كتبش عليكم، الواحد يحمد الله على كل شيء. يلا خوتي خواتاتي نخليكم دابا، نتمنى الفيديو هذا يكون عجبكم، وكما ديما كما كنقول لكم الا كان عندكم شي سؤال مرحبا بكم في اي وقت، الا كنتو ماشي مشكل بغيتو تخلوا لي في لي كومونتير السؤال ديالكم، ولا بغيتو دواو بريفي في الانستغرام ديالي جاست رايدين فلوغ، مرحبا بكم في اي وقت. يلا تهلاو ليا فروسكم، الله يعاونكم هاد الساعه، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو ديالي، وعاوتاني شكرا لكم بزاف. يلا الله يعاونكم هاد الساعه، بيس.